بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل صلاة الخوف، وقال: فإن خفتم، أي اشتد الخوف وتواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما تقدم، رجالا على ما تقدم، فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا، والرجال جمع راجل، والراجل الكائن على رجليه واقفا كان أو ماشيا، والركبان جمع راكب، وأكثر ما يقال لراكب الإبل بدون إضافة، والأمر للوجوب. قول المؤلف رحمه الله تعالى، وقال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم في حال اشتداد القتال بين المسلمين والكفار، ولم تتمكنوا من تضييمهم إلى طائفتين وأناسين فرجالا أو ركبانا، فاضربوا الأعداء كيفما استطعتم، سواء كنتم رجالا على أرجلكم أو ركبانا ماشين على ركاب الخيل أو ركاب الإبل، ولا تنتظروا التسوية بينهم، ولا تنتظروا التقسيم، لأن المسألة لا تتطلب هذا الأمر، وإنما هذا الأمر يحتاج إلى سرعة إنجاز وقتال. فإن اشتد الخوف ولم تستطيعوا التنظيم فرجالا أو ركبانا، أي فاقتلوا القوم والكفار كيفما استطعتم، سواء كنتم على أرجلكم أو ركبانا على الإبل وعلى الخيل كيفما استطعتم، اقتلوهم رجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم، فإذا ذهب الخوف فلا تهتموا بالمظهر، وإنما نظموا وجوهكم ونظموا حالكم، وقاتلوا المسلمين وقاتلوا الكفار كيفما استطعتم وأنتم في أمان، ثم نظموا حالكم عند القتال لتقاتلوا الكفار، ثم اشتدوا على حالكم، ثم إذا عجزتم عن القتال فعليكم الضرب بالأيدي والسيوف والعصي وأي شيء. فإذا أمنتم، أي ذهب الخوف ووجد الأمن، فاطمئنوا في صلاتكم، فالله جل وعلا يؤاخذكم بالاطمئنان في الصلاة إذا كان الأمر كذلك. فإذا أمنتم فقوموا للصلاة رجالا وركبانا. قال الزركشي: لا تسقط الصلاة حال المسايفة والتحام الحرب بلا نزاع، ولا يجوز تأخيرها إن لم تكن الأولى من المجموعتين. ولا يلزم تفصيل الصلاة والمصلين إلى مجموعتين إلا في حال الاستطاعة لا يخلو. إن كان العدو مستقرا في مكانه واقفا خائفا ففصلوا أموركم،
واقسموا جماعتكم إلى قسمين، وإن كان منطلقا عليكم ويريد قتالكم على أي حال فقاتلوه رجالا أو ركبانا. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة ابن ساعرة الأوسي الأنصاري، ولد سنة 300 روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة، وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية، أن طائفة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على حرصه واهتمامه، وإلا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 7 توفي سنة 300 والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول السنة 11 معناه أنه حينما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 7 دليل على حرصه واهتمامه بالحديث ورغبته في أخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يقتدي بالصحابة في هذا الأمر، فإذا تيسر له الأخذ بالحديث يأخذه مباشرة ولا يصبر حتى يكبر، وإنما يأخذ الحديث حسب استطاعته. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة بن ساعدة الأوسي الأنصاري، ولد 300 روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة، وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية، أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفت معه يوم ذات الرقاع في صلاة الخوف. هذا الصحابي يروي لنا فعلا فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صف عليه الصلاة والسلام أصحابه. يقول: طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العدو في غير اتجاه القبلة، فطائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم، ثم جلس صلى الله ثم قام للركعة الثانية عليه الصلاة والسلام، وانتظر الفريق الذين معه حتى أنهوا صلاتهم وهو واقف، ركعوا وسجدوا وتشهدوا ثم سلموا وانتهت صلاتهم، ثم جاء الفريق الأخرى التي لم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا معه هذه الركعة وركع بهم وسجد صلى الله عليه وسلم، ثم إنه بعد السجود جلس للتشهد وانتظر هؤلاء حتى أتموا صلاتهم ثم سلم بهم، فهذه أوضح صلاة في صلاة الخوف بينها الراوي في هذا الحديث، لأنه شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سهل بن سهل رضي الله عنه أنه قامت الطائفة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم فركع بهم صلى الله عليه وسلم وسجد بهم عليه الصلاة والسلام، والطائفة الأخرى تجاه العدو، ثم قام بهم الركعة الثانية وانصرفوا عنه وأتموا ركوعهم وأتموا صلاتهم الركعة الأخيرة
وركعوا لأنفسهم وسجدوا لأنفسهم ثم تشهدوا لأنفسهم وسلموا وهو واقف عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت الطائفة الأخرى وهو واقف ينتظرهم، فدخلوا معه بالصلاة فركع بهم ثم سجد بهم ثم جلس للتشهد، وهم قاموا وأتوا بالصلاة الباقية، أتوا بالركعة الثانية معه، ثم سجدوا ثم تهيأوا له وسجدوا ثم تشهد بهم صلى الله عليه وسلم، وقد أتموا هم التشهد لكنه شهد بهم ثم قام ثم سلم بهم. فقسم الناس قسمين، قسم دخل معه بالركعة الأولى بتكبيرة الإحرام والاستفتاح والقراءة في الركعة الأولى والسجود للركعة الأولى بعد الركوع، ثم قام عليه الصلاة والسلام وهم بعد قيامه صلى الله عليه وسلم بهم أكملوا صلاتهم، ركعوا وسجدوا وأتموا صلاتهم بالتشهد وسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال واقف. ثم جاءت الطائفة الثانية الذين لم يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا معه وسمعوا قراءته فيها صلى الله عليه وسلم، وركع بهم وسجد بهم ثم جلس بعد التشهد بعد الصلاة الركعة الثانية، وقاموا وأتموا الصلاة بالسجدة والركوع الثاني، ثم تشهد بهم وسلم بهم صلى الله عليه وسلم. فقسم الناس قسمين، قسم أدرك معه تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع الأول والسجدتين الأول، ثم ذهبوا وانفصلوا عنه واستمروا في تكميل صلاتهم وهو واقف عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الفئة الثانية، الفرقة الثانية، ودخلوا معه في صلاة عليه الصلاة والسلام، فاتهم ماذا؟ فاتهم ركعة وأدركوا معه ركعة، فلما أتم بهم الركعة الثانية جلس عليه الصلاة والسلام ينتظرهم حتى قاموا وأتموا صلاتهم، ثم جلسوا معه للتشهد الأول، تشهد الأخير هو الأول والأخير كل سواء، جلسوا معه للتشهد ثم سلم بهم. فالطائفة الأولى كبروا معه تكبيرة الإحرام واستمعوا لقراءته في الركعة الأولى وسجد بهم بعد الركوع، ثم قام بهم ولم ينتظروه، قام بهم وأتموا صلاتهم بالقراءة والركوع والسجود والسلام ثم انصرفوا. ثم جاءت الطائفة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظرهم، فأتم صلاته صلى الله عليه وسلم بالركعة الثانية بهؤلاء الطائفة حتى وصل إلى حد التشهد، فقاموا هم ولم يتشهدوا معه، بل قاموا وأتموا صلاتهم بالركوع بالقراءة والركوع والسجود، ثم جلسوا للتشهد وأكمل صلى الله عليه وسلم تشهدهم
بالسلام يا بالسلام. فأدركت معه الطائفة الأولى ماذا؟ التكبيرة الإحرام والقراءة في الركعة الأولى والسجود مع الركوع في الركعة الأولى، ثم انفصلوا عنه فأتموا صلاتهم وهو واقف عليه الصلاة والسلام، ثم انصرفوا بعدما أتموا صلاتهم. ثم جاءت الطائفة الثانية وكان ينتظرهم حالا قيامه، فأتم بهم القراءة وركع بهم وسجد بهم، ثم جلس للتشهد فيهم، ثم قاموهم لما جلس التشهد قاموا وقرأوا في الركعة الثانية ما شاء أن يقرأوا، ثم ركعوا ثم سجدوا ثم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فسلم بهم. الطائفة الأولى أدركت معه ماذا؟ تكبيرة الإحرام والقراءة في الركعة الأولى والركوع والسجود، وانتهى دورهم. ثم أكملوا صلاتهم بالركوع والسجود والقراءة. ثم جاءت الطائفة الثانية وإذا هو واقف عليه الصلاة والسلام انتظارهم، فأتموا فدخلوا معه في الصلاة فسمعوا منه قراءته وركوعه وسجوده، ثم وقف انتظر بالتشهد، فقاموهم ولم يسلموا معه ولم يسلم، فقاموهم وآتوا بالركعة الباقية، ركعوا وسجدوا ثم دخلوا معه، ثم أتم بهم التشهد وسلم بهم صلى الله عليه وسلم، فقسم صلاته بينهم قسمين. وهذا دليل على الحرص على صلاة الجماعة وعدم تفويتها، سواء كان الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الخوف مع كل أحد، عرفناها زين. من يصورها لي؟ لأنها مهمة هذه، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فهي مهمة، نريد أن نحفظها ولا ندري ماذا يفاجئنا وماذا سيكون، قد نحتاج إليها حاجة ماسة. قم يا أخي تعال أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي الطائفة الأولى فتكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ بهم الفاتحة ثم يركع ويركعون معه، ثم يسجد ويسجدون معه السجدتين، ثم يقوم للقراءة، فتكمل المجموعة الأولى صلاتها منفردة قراءة وركوعا وسجودا، ثم تسلم. ثم تأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فلتصلي مع النبي وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم معهم كما أخذت المجموعة الأولى أسلحتها، ثم يقرؤون مع النبي ويركعون مع النبي ويسجدون مع النبي ويسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة الثانية، أنا أتكلم عن المجموعة الثانية، هي التي تسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. المجموعة الثانية هي التي تتم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم معه. نعم، تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم، تنتظر النبي، هي تقوم تأتي بالفاتحة والركوع والسجود ثم تسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظرهم في التشهد. أي في الفاصل تنتظر. وأتوا بالفاتحة والركوع والسجود والنبي ينتظرهم في التشهد. أيوة نعم، أيوة هكذا.
صلى الله عليه وسلم. أيوة. بارك الله فيك. في الأخير بس. يلا يا إسماعيل. إخواني هذه مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. المجموعة الأولى اللي صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم دخلت مع النبي صلى الله عليه أيوة مع الإمام ثم صلى بهم الإمام الركعة الأولى وركع بهم وسجد بهم سجدتين ثم قام ووقفوهم وأتموا لأنفسهم الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ثم أتموا لأنفسهم ثم ركع بهم ثم ركعوا وسجدوا سجدتين وسلموا ثم انصرفوا ثم جاء المجموعة الثانية. نعم ثم جاء قبل انصرافهم أتت الجماعة المجموعة الثانية ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ركوع وسجدتين ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد وينتظرهم وقاموا بأنفسهم الركعة الثانية وركعوا وسجدوا مع النبي صلى الله وسجدوا لأنفسهم وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. واضحة يا أخواني. واضحة واضحة ما شاء الله. هيقول ما هي واضحة علمنا. بسم الله. إمام المجموعة الأولى الإمام يكبر ومجموعة الأولى تكبر مع الإمام بتكبيرة الإحرام وتركع معه بعد القراءة الفاتحة أو القرآن يعني وتركع معه ثم تسجد كذلك تسجد مع الإمام ويتسجد مع الإمام سجدتين ثم تقف مع الإمام إمام يقف واقف المجموعة الأولى هي تقرأ القرآن أو الفاتحة ثم تسجد تركع لحالها ثم تسجد أيضا لحالها ثم تسلم بعد سجدة بعد التشهد تسلم والإمام واقف تأتي مجموعة الثانية والإمام واقف تركع معه وتسجد معه ثم الإمام يجلس ينتظر حتى تكمل هذه المجموعة بالركعة التي بالركعة لحالها هو ينتظر في السجود هو ينتظر في التشهد تجلس بعد تكميلتها بالركعة الثانية هذه المجموعة ثم تسلم مع الإمام بعد تشهدها والإمام ينتظر هذه كيفية. هذه الصلاة التي أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله واستحسنها الإمام مالك رحمه الله قال ما رأيت من صفات صلاة الخوف مثل صلاة سهل بن ساعدة الأنصاري سهل بن أبي حثمة الأنصاري بن ساعدة رضي الله عنه فهي واضحة جلية هذا إذا كان العدو في غير اتجاه القبلية أما إذا كان العدو في اتجاه القبلة فماذا ما هي صفة العمل إذا كان العدو في صفة القبلة فالفئتان والطائفتان يصلون جميعا ما ينفصل بعضهم عن بعض إلا في الركوع والسجود بعد الركوع فهم صفوا معه كل الطائفتين
لأن العدو يشهون أمامهم، لو تحرك تحركوا له. فركع بهم جميعا، ثم بعد الركوع سجد بالصف الأول وانتظر الصف الثاني يراقب العدو، ثم حينما أراد القيام للركعة الثانية سجدت الفئة الأولى وحدها ورفعت من الركوع والسجود، ورفعت من الركوع من السجود جميعا، ثم تقدموا ليأخذوا دورهم في الصف الأول، وتأخر أولئك ليتأخروا عن الصف الثاني، فصار الصف الأول خلف والصف الثاني أمام. فركع صلى الله عليه وسلم بالجميع، ثم لما أراد السجود سجدت معه الفئة الأولى والآخرون تجاه العدو ينظرونه ولا يتحرك عليهم، ثم لما سجد بهم سويا قام من سجوده، فسجد أهل الصف الثاني الذين ما حصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سجدوا ثم تشهد الجميع وسلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. وسواء كان الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام أو كان غيره، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه أسهل من الطريقة الأولى، لأن العدو اتجاه القبلة ينظرونه إذا قام وتحرك ويتحركون معه، بخلاف الأولى فالرسول فالعدو خلفهم أو يمينهم أو شمالهم ما يدرون أتى يأتيهم. من يصور لي الصورة الثانية التي كان العدو باتجاه القبلة؟ يلا صالح. تقوم الطائفة تكبر مع الإمام جميعا ويقرأ معهم الإمام، ثم إذا أرادوا الركوع يركعوا بالجميع. ركعوا جميعا لأن الركوع ما يمنع الرؤية من رؤية العدو، ينظرونه وهم ركوع، لكن لما قاموا من الركوع سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه أهل الصف الأول. نعم. ثم لما يسجد الإمام يسجد معه الصف الأول ويبقى الصف الثاني واقفا ينظر إلى العدو، ثم بعد الانتهاء من السجود يتقدم الصف الأخير ويتأخر الصف الأول. لا، يسجدون قبل، يسجدون قبل أن يتقدم ويتأخر، يسجدون ثم يتأخر الصف الأول ويسجد بالصف الثاني سجدتين، وهكذا في الركعة الثانية أيضا. نعم. قال: أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفت معه يوم ذات الرقاع في صلاة الخوف بأرض غطفان. قال ابن القيم رحمه الله: هي قبل الخندق، هي قبل الخندق. وطائفة وجاه بكسر الواو أي تجاه العدو، وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت قبل وجاه العدو فصفت معه صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. واختار الشافعي وأحمد وغيرهما حديث سهل لكونه أشبه بكتاب الله
وأحوط للصلاة من حيث أنه لا يكثر فيه العمل، وأحوط لأمر الحرب وأنكى للعدو. قال مالك: ذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. وهذه القصة واضحة، وقد ذهب إليها جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث، هذا الحديث الجليل لقوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلوات في تقليل الأفعال المنافية للصلاة ولمتابعة الإمام. هذا واضح بحمد الله. ثم تأتينا: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه. ولهما عن ابن عمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده إشكال في هذه الصلاة يعطينا سؤاله. يقول السائل: كيف يروي سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وحدث صلاة الخوف سنة 5، وعمره حين ذاك 2؟ وما روى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر صلاة الخوف كيف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها رضي الله عنه من الصحابة، والآخذ من الصحابة سيان، كان بنفسه أو أخذها من أحد الصحابة رضي الله عنهم، لأن كل الصحابة ثقات عدول. وإلا كثير من الصحابة رضي الله عنهم يروي عن بعضهم، يروون عن الكبار، صحابة الصغار يروون عن الكبار، وتقبل روايتهم وإن كانوا صغارا، لأنهم كلهم ثقات، بخلاف ما إذا تدخل فيها أحد التابعين فينظر في جده واجتهاده ونشاطه وقوته وثمرة علمه ونحو ذلك. يقول السائل: ماذا لو أغار العدو على المسلمين وهم يصلون؟ ماذا يفعل الإمام والمأمومون؟ لو أغار العدو على المسلمين وهم في صلاتهم، فعليهم أن يفعلوا ما أمر الله جل وعلا به في قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إن خفتم زاد الخوف معكم، ما استقررتم على حال، فعليكم أن تقاتلوا على أي حال كنتم. يقول السائل: المثال الذي مر معنا في صلاة الخوف فهي إذا كانت ثنائية، فكيف العمل إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية؟ لا بأس، يعني سواء هذه الصفة تؤخذ إذا كانت الصلاة ثنائية، إذا كانت ثلاثية أو رباعية، فحسب الحال تقسم الركعات بين الفئة الأولى والفئة الثانية. يقول: قوله وأنكى للعدو، ما معنى أنكى؟ أنكى أشد عقابا للعدو، أشد امتناعا للعدو. يقول: ما المقصود بذات الرقاع؟ ذات الرقاع اسم لهذه الغزوة، كان الصحابة رضي الله عنهم احتاجوا إلى لف الرقاع الخرق على أرجلهم، لأنهم ليسوا كلهم عليهم حذاء، فأتعبتهم الرمضاء فلفوا على أنفسهم الرقاع، فسميت ذات الرقاع. يقول السائل: كيف نطبق صلاة الخوف في هذا الزمن بوجود القناصة والطائرات وغيرها؟ على حسب الاستطاعة وحسب ما يتيسر الإنسان، فالله جل وعلا شرع لعباده الوقت في الوقت المناسب، فإذا اختلف الوقت ووجد شيء غير ذلك
فعليهم أن يسيروا مع ما يصادمهم ويصادفهم. يقول السائل: هل في صلاة الخوف تؤتى الصلاة بأركانها وشروطها واطمئنانها أو يختلف؟ لا، بل يختلف، يؤتى بما يمكن أن يؤتى به وما لا يمكن أن يؤتى به لا يلزم. يقول السائل: هل يصلح أن يصلي الإمام بمجموعة ركعتين ثم تنصرف وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع الإمام ركعتين وتنصرف؟ هذه وردت في بعض صفة صلاة الخوف، أنه يصلي بالفئة الأولى ركعتين كاملتين ثم يصلي بالفئة الثانية ركعتين كاملتين. يقول: هل يستدل من هذا أنه يجوز للمصلي النظر إلى غير موضع السجود، وأم هي خاصة بصلاة الخوف؟ نعم يا أخي، يجوز. ما يقال للخائف الذي يخاف من العدو الذي أمامه: انظر إلى موضع السجود وأغمض عينيك؟ لا، هذا وعد الله جل وعلا يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.